مشاهدينا أجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قبة البرلمان. هذا الأسبوع سنذهب في جولة سريعة نتطلع من خلالها على ما يدور في أروقة البرلمان، فابقوا معنا. البداية حول ما يدور في اللجان البرلمانية في مجلس النواب، حيث سنتعرف على المزيد من التفاصيل مع تقارير اللجان التي عقدت طوال الأسبوع الماضي، فلنتابع. اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب الشيخ عبد الحليم مراد وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك مع وفد حكومي برئاسة السيد محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، حيث أطلع الوزير رئيس أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على القرارات والإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية وعلى ما يقوم به فريق العمل المكلف من اللجنة. وأوضح المطوع لدى اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ تكليفها في الأول من ديسمبر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحتى اليوم، حيث أشار إلى أن عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها. كما عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها حيث التقت بالشيخ المهندس محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام بلدية المنامة، وذلك للتباحث حول مقترح قانون الباعة المتجولين. وقد استلمت اللجنة الكثير من الملاحظات على مواد مقترح القانون، وقد تم الاتفاق على أن تقوم البلديات الخمس برفع ورقة واحدة بمرئيات وملاحظات البلديات لاحقا. إلى ذلك وافقت اللجنة على مقترح برغبة بشأن إنشاء مركز تسوق بالبديع لخدمة أهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وكذلك وافقت اللجنة على مقترح برغبة بشأن إيكال مهمة صيانة المرافق البحرية إلى وزارة الأشغال، ومقترح برغبة بشأن تطوير وصيانة مرفأ البديع، ومقترح برغبة بشأن إنشاء جسر المشاة يربط الواجهة البحرية على شارع الملك فيصل بتقاطع فندق الشيراتون. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد أقرت خلال اجتماعها السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل البند الثالث من المادة الثامنة من قانون النقابة العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 2011 بشأن تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة نعم أو لا، قضية نطرحها على طاولة قبة البرلمان لمزيد من المداولة والنقاش. اليوم معنا النائب علي العطيش نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب للحديث حول قانون المرور الجديد. بداية أرحب بك سعادة النائب في قبة البرلمان، وسوف نتحدث عن هذا القانون. أهلا وسهلا بكم، حياك. بداية قبل أن نبدأ في فتح هذا الملف سوف نتابع بعض آراء السادة النواب ونعود لمتابعة الحديث. فنحن في بلد القانون والمؤسسات، لأن هناك عوائل وأسر انهدمت. توجيهاً على هذا السؤال حقيقة مع الرئيس قدمت السؤال إلى سعادة وزير الإسكان. ودعم جميع المشاريع التي
طبعا قانون المرور الصادر القديم خلى فترة كبيرة في البحرين، تحتاج العملية التطويرية أكثر، تحتاج البحرين قوانين أو تشريعات تناسب الوضع الحالي. قانون المرور اللي وافق عليه مجلس النواب وحيل لمجلس الشورى وما زال في المناقشة يحتاج فعلا إلى يعني وقفة جادة. احنا نشوف أرواح شباب بحرينيين ومقيمين بسبب استهتارات، بسبب أن يعني الشوارع حقيقة امتلأت من الشباب المستهترين. من يوقف هذه الاستهتارات؟ لابد يكون قانون رادع صارم حقيقة يناسب الوضع الحالي. كثير من الاعتراضات حقيقة على الغرامات الموجودة، ولكن احنا نقول أرواح المواطنين أغلى. مو القضية قضية ان احنا ندفع مثلا 500 دينار على امر معين او غيره، ولكن احنا نقول هذا لمن المخالف فقط، لمن يخالف، لمن يتعدى انظمة السير في البحرين. قانون المرور حيث عليه مرت عليه عدة سنين مع تطور المدن والشوارع وعدد المركبات، لابد من مواكبة هذه التقدم بإصدار قانون يتماشى مع هذه المتغيرات والمعطيات. طبعا يمكن أثار المجتمع والشارع بمقادير الغرامات التي تسري على المخالفات، والبعض يعني أعزى أن المخالفات لا تتماشى مع الحالة الاقتصادية. المقصود به أن عدم المخالفات، يعني الهدف من هذه المواد نحرص على سلامة الركاب وسلامة يعني المركبات واللي فيها وحياتهم. رفعنا الرسوم ليس لي زيادة داخل الوزارة الداخلية، وإنما القصد بها الحرص على تبعات الإرشادات السلامية وتفادي المخالفات لتقليل الحوادث، وهذه وليس المغزى فيها. إحنا ننظر إلى سلامة الإنسان. وهناك طبعا في مواد تم اختلاف بين المجلس النواب والشورى، على سبيل المثال مثلا سياقة الأجنبي، ولابد من تحويل القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب من الشورى لتدارسه. إذا كان هناك في المواد اللي اختلف فيها، إذا كان هناك توافق، ولا يضطر إلى إدراجه إذا حتى مجلس الوطني. خصوص قانون المرور الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب وتم تحويله إلى مجلس الشورى، طبعا لدينا بعض الملاحظات وخاصة بالمخالفات التي تم صياغة بعض المخالفات أو وضعها في وضع يعني جدا عالي بالنسبة لدخول المواطنين في البحرين. فعلى سبيل المثال للحصر، مخالفة استخدام التليفون النقال تصل إلى 500 دينار، وهذه في الحقيقة يعني مخالفة عالية جدا، وأعتقد بأنها يعني يجب إعادة النظر في هذا الموضوع، في حين أن كثير من بنود القانون يعني متفقة مع ما هو مطلوب للحفاظ على سلامة ومرتادي الطريق، ولكن بعضها بحاجة إلى إعادة مداولة، ومن ثم إعطائها الحق الوافي قبل تمريرها أو سلقها كما حدث في الجلسة السابقة. أهلا بكم مشاهدينا. سعادة النائب، هناك كثير أو نقاط اختلف عليها مجلس النواب ومجلس الشورى بخصوص تمرير قانون المرور، هل لك أن تطلعنا على هذه النقاط؟ أهلا وسهلا. طبعا
أهم نقطة تم الخلاف فيها هي المادة 20. نعم. وهي التي تتحدث عن مسؤولية عن الأجانب أو منح الرخصة للأجانب التي تنص على أنه عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة. السابقة لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة السياقة ممن يقر رواتبهم 500 دينار. وسمحت هذه المادة للائحة التنفيذية أنها تصدر المهن التي يحددها القانون. فهذه أهم مادة. طبعا هذه المادة لما كانت هناك في مجلس النواب الحكومة اعترضت عليها على اعتبار أنها هذه تخالف مادة دستورية وهي عدم المساواة، بينما هو الواقع أن عدم المساواة لا ينطبق على هذه المادة وإنما هو تنظيم لأي حق. لم يتم منع الأجانب من التنقل وحرية التنقل بالأماكن، وإنما وضعت شروط لمن يحصل. هذه الشروط؟ الشروط هي أن لا يقر راتب الحاصل على رخصة السياقة 500 دينار أو إذا كان مهنته تكون سائقا. نعم. أو من المهن الأخرى التي تقتضي طبيعتها كمندوب المبيعات أو غيره أو المدراء ممن تنطبق عليهم أو يحق لهم أن يحصلوا على رخص السياقة. نعم، المواطنون يرون من موقفكم كمجلس نيابي بأن تجديد هذه العقوبات إجحاف وتسلط غير مبرر، وأنتم ترون بأن هذه القوانين التي أنتم قمتم بوضعها أو تجديد العقوبات هي من أجل حماية الأرواح والمساهمة في وضع لوائح وأنظمة تسهل العملية المرورية. ما هو رأيك؟ طبعا لا إشكال أن القانون القديم هو من سنة 1979. نعم. صدر، والآن نحن في 2014، ولا إشكال أن هناك فرق كبير وتطورات على أرض الواقع والاستخدام وطريقة الاستخدام للمركبات. القانون جاء بهذه العقوبات، طبعا بعض العقوبات نتفق معها وبعضها لا نتفق معها من حيث المبالغة، على اعتبار أن بعض العقوبات أشارت إلى أن حمل الهاتف تبدأ العقوبة بعشرين دينار والوقوف الخاطئ بعشرين دينار، بينما خففت من مسألة تعاطي المسكر في هذه. يعني العقوبات، نقول بأن هذه العقوبات لابد أن توجد عقوبات رادعة لمنع المتهورين ومترك الأمر للقضاء ليحكم فيها، ولكن هناك عقوبات فعلا تم تشديد فيها العقوبات على اعتبار أن الوقوف الخاطئ ارتفعت المخالفات من 5 دينار اللي كانت موجودة سابقا. نعم. إلى أن الآن أصبحت 20 دينار هو الحد الأدنى، وبعضها طبعا مع عقوبة المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين يبدأ الحبس من 3 شهور إلى 6 أشهر، وبعضها يصل إلى إيقاف رخصة السياقة. نعم، انقسم الشارع البحريني حول فريقين بأن تجديد هذه العقوبات جاء مناسبا جراء ما يقوم به بعض السائقين من تهور في قيادة السيارات وتعريض حياة المواطنين أو المقيمين للخطر. في وقت آخر قامت وسائل الإعلام بوضع هذه اللوائح، لوائح الغرامات والعقوبات المشددة. كيف يمكن أن يكون هناك ثقافة لحسم هذا الخلاف أو حسم هذا أو تقليص هذه الفجوة بين الآراء؟ طبعا هي العقوبات بدت بالحد الأدنى 20 دينار وترتفع إلى أن تصل إلى 500 دينار في الأمور العادية كمسألة الوقوف والهاتف. نعم. نقول بأن هناك فعلا في بعض المخالفات هي فيها مبالغة، لأن حتى الوقوف والهاتف يؤدي أحيانا إلى وقف الرخصة وكذلك إلى القبض. أعطت صلاحياتها بعض المواد، أعطت صلاحيات بالقبض. نعم، حتى على استخدام الهاتف أو حتى على الوقوف الخاطئ. في هناك العقوبات لابد أن ينظر لها من منظور اجتماعي، بحيث أنها تتناسب مع حجم الإيراد والقوة الشرائية والاقتصادية للبلد. نعم، نؤيد العقوبات الرادعة، ولكن لابد أن يكون هناك فيها تناسب. لا يقل أن يكون الذي يحمل الهاتف يتساوى مع من ضبط وهو شارب للخمر. لا يمكن أن يتساوى هذه العقوبة. يجب أن تكون عقوبات أشد
لمن شرب المسكر وقاد السياقة. سعادة النائب سوف نقف قليلا، ستكون معنا مداخلة هاتفية من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد الخليفة. بداية الشيخ خالد، هل لك أن توضح لنا وللمشاهدين أبرز نقاط التي تم التوافق بشأنها حول القانون بين المجلسين النيابي والشورى ونقاط الخلاف أيضا؟ في الواقع طبعا من المهم الذكر بأننا في أمس الحاجة إلى قانون مرور حديث يتماشى مع التطورات التي حدثت يعني خلال 30 سنة. حاجة إلى قانون مرور حديث يتماشى مع التطورات التي حدثت يعني خلال 30 سنة الماضية. نعم. في القانون الموجود الآن وفي الحقيقة الذي يعني يطبق في الحقيقة صار أكثر من 30 سنة، يعني من 1979 لليوم حدثت بعض التعديلات عليه، ولكن لا تتماشى مع حجم طبعا التطورات التي شهدتها المملكة. نعم. وخاصة عند الحديث عن يعني أعداد السيارات كانت أقل من 50,000 اليوم وصلت 500,000 تقريبا. الشوارع التقنية التي أثرت بلا شك على طبعا على استخدام السيارات سواء كانت السرعة الخطيرة جدا أو تقنيات أخرى في الحقيقة تضاف إلى استخدامنا للطرق. نقاط الخلاف في الحقيقة قليلة جدا مع مجلس النواب، يمكن في الحقيقة قضية يعني قضايا محدودة. القضايا اللي توافقنا مع مجلس النواب عليها في الحقيقة هي المتعلقة بالعقوبات. نعم. العقوبات بلا شك توافقنا تماما مع مجلس النواب، ومجلس النواب في الحقيقة توافق مع الحكومة، يعني ذات جهات في الحقيقة بكل يعني مستشارينهم القانونيين وكل المعنيين سواء من الجهات الفنية وغير ذلك توافقوا على هذه العقوبات. شيخ خالد. نعم تفضل. تفضلي. هذه القوانين التي تذكرتها أو تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات لم تلقى قبولا لدى الشارع البحريني. هو في الحقيقة يعني احنا صلينا سنوات في خلال السنوات الماضية. نعم. كان هناك يعني توجه لدى المجلسين وايضا يعني مطالب من اي من المجلس الوطني، يعني مطالب شعبيه بالعكس لتقليد العقوبات. العقوبات في البحرين في الحقيقه صار لها من السبعينيات عقوبات يعني لا تتماشى مع حجم الجنح والجرائم التي ترتكب بشكل عام. نعم. ولذلك يعني عندما ناتي الى قانون المرور لماذا نستثنيه؟ بالعكس هو من يحصد أرواح الكثيرين من الشباب، من شبابنا، من أولادنا وعيالنا وأهلنا. بالعكس هذا في الحقيقة هو الذي يجب التقليد وتشديد العقوبة في هذا القانون، لأن الخطر هنا في الحقيقة ليس فقط على السائق بل على الآخرين. عندما طبعا لأن عندما تتجاوز سرعة تتجاوز إشارة حمراء وبتهور بلا شك أنك ستتعرض أرواح الآخرين. فهل من المعقول أن تجاوز ومخالفة جسيمة مثل هذه المخالفات يعني تكون عقوبتها 10-20 دينار؟ لا يمكن. نعم يجب تقليد العقوبات. فلذلك في الحقيقة العقوبات متناسبة تماما، ثم أنها يعني هناك في الحقيقة شرائح، يعني عندما نأتي إلى موضوع العقوبات نجدها في الحقيقة لحوالي يمكن أول 23 يعني بند من هذه المادة تتعلق بعقوبة تتراوح بين 20 دينار و 100 دينار. والعقوبة أصل العقوبة هو 20 دينار. نعم. ولكن ال 100 دينار
تركناها للقاضي لكي يرى ظروف القضية، ظروف المخالفة. القاضي لديه في الحقيقة الآن القدرة، في السابق كنت تدفع 20 دينار خلاص تدفعها يعني. نعم. الآن تذهب إلى القاضي وتشرح له ظروفك، قد يعفيك تماما من المخالفة. أي طبعا. نعم. ثم إذا كانت هذه أول مرة ومتعمدة يمكن يحكم عليك ب20 دينار، إذا اكتشفها متكررة وشاف هناك في الحقيقة إصرار على مثل هذه المخالفات، وبالتالي طبعا لابد أن يكون هناك رادع لهذا المخالف، وخاصة في قضايا التهور يعني. نعم. التهور في الحقيقة هو من ما يحصد يعني أرواح الشباب يعني. نعم. وهذه في الحقيقة يعني خلينا نكون واقعيين، هذه العقوبات في الحقيقة هي ردع وحماية للشباب أولا وللسائق نفسه طبعا قبل الآخرين يعني. نعم. يعني حتى قضية بعض الأحيان بعض الأمور نراها في الحقيقة أمور بسيطة، مثلا استخدام الهاتف في الحقيقة صحيح نراه شيء بسيط يعني، واحد يفتح تلفون يتكلم ما في شيء يوم يحدث، ولكن كل دول العالم أولا تجرم أو تمنع ذلك. ثانيا يعني احنا في البحرين في الحقيقه لدينا الخبره يعني، انا اتذكر ان 4 شابات في مختبر العمر. نعم. على شارع الهمل كلنا نتذكر ذلك اليوم يعني. نعم بالطبع. اللي توفوا لان السائقه كانت تستخدم الهاتف، غير الحوادث اللي تحدث يوميا بسبب الهاتف، وبعضها للاسف حتى يعني لا يذكر ان السائق استخدم الهاتف. نعم. يعني يحدث الحادث وبسبب هاتف استخدام الهاتف، ولكن بعد ما يقوم بعد طبعا معاينة الحادث لا يذكر بأن هناك استخدام الهاتف. نعم. الحقيقة الهاتف من أهم يعني من أهم المخالفات التي يجب تطبيقها ويجب اتباعها لسلامتنا احنا ولسلامة الشوارع، وجعلها الشوارع آمنة لنا. نعم. والطرق طبعا لنا جميعا لاستخدامها يعني. نعم. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد الخليفة، شكرا جزيلا لك. كما سمعنا من الشيخ خالد أن هناك نقط خلاف، ولكن أبرز هذه نقطة الخلاف هي عدم السماح للأجانب والمقيمين باستصدار رخصة قيادة والقيادة. هذه أبرز النقاط التي تم عدم الاتفاق عليها بين مجلس النواب ومجلس الشورى، لكن هناك نقاط أخرى توافقتم عليها في بخصوص تجديد العقوبات والمعايير المتبعة. نعم طبعا لا إشكال أنه مجلس الشورى توافق مع مجلس النواب فيما ذهب إليه من تشديد العقوبة. نعم. ونحن مع تشديد العقوبة، ولكن العقوبات يجب أن تكون متناسقة ومتناسبة، كما أوضحت يعني بأن مسألة الوقوف الخاطئ فيها تصل إلى 500 دينار، بينما الإشارة الحمراء تبدأ من 100 دينار إلى 500 دينار. نعم. خطورة قطع الإشارة الحمراء لا إشكال أنها تعتبر جريمة، لأنها في أبسط الحالات سوف تثير الرعب والذعر بين مرتادي الشوارع. فلا إشكال أن مسألة قطع الإشارة الحمراء لا إشكال أن هذه جريمة. كيف نقول بأن تبدأ الغرامة 100 دينار إلى 500 دينار عند قطع الإشارة، بينما تكون الغرامة من 50 دينار إلى 500 دينار عند الوقوف الخاطئ؟ لا نتكلم عن الهاتف على اعتبار أن الهاتف استخدام اليد أو استعمال الهاتف باليد، يعني ممكن أن يستخدم السماعة، ممكن أن يستخدم البلوتوث في السيارة، فهذه ممكن حلها بأي سهولة. ولكن إذا تعمد رفع الهاتف فلا إشكال أنه سيربك نفسه وسيربك حركة المرور. لكن نتكلم عن الوقوف الخاطئ، ونحن نعاني من مشكلة المواقف في البحرين، يعني لا توجد مواقف كافية، ثم أن الشوارع غير مهيئة، مما يدعو الشباب خصوصا إلى مخالفة قواعد المرور، لأنه كان في السابق ممكن التنقل من نقطة إلى أخرى في خلال 5 دقائق، الآن هذه المسافة تحتاج إلى نصف ساعة في أقل تقدير بسبب ازدحام الشوارع. لكن سعادة النائب، هناك بعض النواب رفضوا التعليق أو تمرير هذا القانون. نعم، في نقاط ما زالت نقاط لم نتفق تماما مبهبة. يعني في نقاط ما زالت يعني، وتمنينا ان تاخذ مزيدا من الوقت في الدراسه
في الدراسة العقوبات على اعتبار أن جدول الأعمال يصل لنا في الغالب في يوم الجمعة أو ليلة السبت، والاجتماع المجلس جلسة المجلس يوم الثلاثاء، لا يمدي قراءة هذه الكم الهائل من القوانين، مما يجعل النائب أن لا يلم بكل هذه الأمور. هذه أمور تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تفكير معمق وتحتاج إلى اتخاذ قرار فيها. نعم. وتوازن. نعم، كلمة أخيرة سعادة النائب في حلقة ليلة هذا اليوم. طبعا أنا أتمنى على المرتاد الشارع عموما، يعني هناك مثل قائل بأن السياقة فن وذوق، فلا بد أن نلتزم بهذا المعنى، وهي من أخلاقيات التي أمرنا بها الدين الإسلامي أن نتبع الأخلاقيات في كل شيء، وعدم مخالفة القواعد المتبعة والمرعية في كل بلد، لأن مخالفة القواعد المرعية والقوانين سوف يحدث الارتباك في سير الناس. نعم سعادة النائب علي العطي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة فائدة. الآن فمعنا على الهاتف من جريدة الأيام الصحفي علي مجيد للحديث حول السؤال الذي تقدمت به النائب سوسن تقوي حول أسباب تأخر مشروع إسكان الصحفيين. بداية سيد علي، حدثنا عن هذا المشروع وعن بدايته. هذا المشروع بناء على توجيهات جلالة الملك بتوفير مساكن للصحفيين والإعلاميين البحرينيين. نعم. لما قدموه من خدمات جليلة في هذا لهذا الوطن. ولو نظرنا إلى بعض الدول العربية القريبة منا سنجد أن مثل هذا المشروع متوفر وتعطى النقابات الصحفية والإعلامية مثل هذه المشاريع لإعطاء الصحفيين والإعلاميين. الإعلاميين يجب أن لا يحتاجون إلى أحد. نعم. حتى تكون كلمتهم صادقة وتكون كلمتهم معبرة، فهم سلطة مهمة في هذا البلد. نعم. وفي كل البلدان هم السلطة الرابعة، لذلك هذا المشروع يجب أن يتم الإسراع به حتى يتمكن الصحفيين من أن يسكنوا في هذه المساكن وأن لا ينتظروا طوال هذه السنين. لا نقول أن هناك تمييزا وأن الصحفيين مختلفين عن باقي المواطنين، هم جزء من هذا الوطن، هم مواطنون، ولكن طبيعة عملهم يحتاج إلى أن نوفر لهم
البيئة المناسبة حتى تكون كلمتهم ويكون حبرهم مساهم بشكل أكثر إيجابية في تنمية البلد في جميع النواحي من السياسة. سيد علي، نعم سيد علي، برأيك ما هي أسباب تأخر هذا المشروع؟ عدة أسباب يعني بوجهة نظر الشخصية، بأنه يعني مثل هذا المشروع يتطلب ميزانية، يتطلب توفير دراسة معينة، يتطلب أيضا توفير الأرض المناسبة لقيام مثل هذا المشروع. وأيضا دعيني أتحدث كجمعية، يعني بصفتي عضو في جمعية الصحفيين، عضو مجلس إدارة، يجب إشراك جمعية الصحفيين في كل تفاصيل هذا المشروع، في كيفية دراسته، في وضع الدراسة، في وضع المعايير التي يجب أن تتوفر في الإعلام والصحفي ليتمكن من الاستفادة من هذه الميزة، في اختيار الموقع. جمعية الصحفيين يجب أن لا تهمش في مثل هذا الاختيار، فهي أيضا لها بصماتها الواضحة، لها أيضا هي من أعطت صورة معينة إلى بعض المسؤولين والوزراء عن هذا المشروع، ويمكن لها أن تسهم في أن يتقدم المشروع إلى الأمام. لذلك على المسؤولين المعنيين أن لا يغفلوا هذا الجانب، أن يسمعوا صوت الصحفيين، جمعية الصحفيين، ممثلة في جمعية الصحفيين، في دراسة هذا المشروع، حتى يعني تساهم هذا الجانب في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم. نعم سيد علي، هل تعتقد بأن هناك سوف يكون هذا المشروع على أرض الواقع قريبا؟ نأمل ذلك، ونأمل من المسؤولين أن يعني أن يكونوا عند حسن ظن الصحفيين وعند حسن ظن القيادة. القيادة هي من أعطت التوجيه ببناء هذا المشروع وتوزيع على الصحفيين. لذلك يجب أن يكون المسؤول يتحلى يعني بالحماس تجاه تنفيذ هذا الموضوع. نعم نعم سيد علي مجيد، شكرا على هذه المداخلة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا. سؤال حلقة الأسبوع الماضي في فقرة نواب أونلاين كان: هل أنت مع القرار النيابي بشأن إصدار بطاقة لتخفيض الرسوم الحكومية بنسبة 50% لمختلف المعاملات عن المتقاعدين؟ كانت الإجابات نعم أو لا. دعونا نستعرض أبرز الإجابات التي وردتنا ونعود من جديد لنطرح السؤال الجديد. هذه الحلقة: هل تؤيد التسريع في تمرير قانون الإعلام الجديد عبر القنوات التشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي؟ نعم أو لا؟ يمكنكم المشاركة في سؤال الأسبوع من فقرة نواب أونلاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس النواب على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام @BH Parliament. مشاهدينا ترقبونا في حلقتنا القادمة، سنطرح موضوع بطاقة دعم المتقاعدين، تخفيض 50% على جميع المعاملات الحكومية فقط للمتقاعدين. فما هو رأيكم مشاهدينا، حيث أثارت بطاقة المسنين الجدل بين النواب والحكومة؟ سنفتح هذا الملف معكم. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.